كاينش اخويا الناس شاده الغلا البهايم، البهايم ما كايناش قليله، البهايم راه قليله، البهايم ما كايناش ناقص هذا العام، راه 4 سنين ديال الجفاف من 2020، 4 سنين ديال الجفاف البهايم ما كايناش، اصلا ما تاكل ماكله غاليه، بان غادي البهايم تتنقص دابا في السوق في الرحبه، دابا تنشوفوا الرحبه سوق على سوق البهايم تتنقص، ما تتبقى ما بقاتش البهايم، تتسمي السوق خاوي، دابا سوق على سوق البهايم غادي تتنقص ماشي تزاد، انا تنقص انا تقريبا زاد في العرض من العيد للجيه زاد 1000 درهم في العرض 1000 درهم والغلميت زاد فيه فوق 6000 ريال في البيب الدرهم اللي زاد في الكيلو كنا تنبيعوا 80 درهم صباح 85 درهم الكيلو اللي صباح خدت الشراء نقول لك الا ما جا شي عام زين يكون الصب وكنا سميتو الربيع موجود ويدعموا العلف وكون الربيع موجود عاد بقى نقول البهيم توجد دابا مهما البهيم ما كاينش العلف غالي فاصله ديالها 2200 100 درهم البال ديال البال ديال 50 درهم البوشون 9200 القنطار عرفتي شحال زاد فيه؟ زاد فيه 20000 ريال، كان 7200 تصبح 9200. فهمت كيفاش دابا؟ كاينش الخير موجود، السلعة قليلة، ما كاينش الخير موجود اللي يقولك شوف السلعة قليلة في البهايم، على كون كان الخير موجود، اسمح لي، عاد كل البهايم رخيصة، دابا السلعة قليلة ناقصة ما كايناش، حنا تسوقت أنا تسوقت سيدي بنور، طلعت ديال سيدي بنور أكبر سوق في المغرب، كنت تجيب منه السلعة، السلعة كانت تطيح رخيصة، السلعة شهرين تطيح غالية بزاف، تطيح العجل تطيح عليا ب 80 درهم كورة دابا، خسارة أصاحبي، أقسم بالله إلا خسارة 14 عجل ساكت لي 42000. 14 عجل خدمت انا في هذه السيمانه في هذا الاسبوع ديال العواشر 14 سكت 42 افريل بدات هي من راس المال وتماره والصغير وتماره والجري وحنا اخويا دابا الناس تشري العيات تيشري واللي تيشري بالثمن الحوليه كسابيه 46000 كسابيه باقا مازال ما فيهاش الحماش اللي دم ما فيهاش 46000 ريال دابا وتاكل 20000 من هنا للعيد هذا الشهرين تاكل 20000 تطلع ب 66000 اش بغا يقول لها دابا هذا العياد هذا اللي بغا يبيع العيد اش بغا يقول لها خاصو 4000 درهم بعدا على الاقل خاص زاد لي وكا الشحط اقسم بالله والمواطن غزال المواطن المواطن غير عليه اللحم الله يكون في العون بان الغلمي دابا داير 100 درهم 110 درهم البقري داير كاين اللي تيبيعوا فيه ب 90 و85 المواطن الله يكون في العون غالي عليه والغزال راه كل شحط صاحبي وصابر لكن بعد الغزاله اقسموا بالله اللي سميتو ما عندهمش ارخص راس المال الا سدوا والله الا سدوا بالله كاين الغزاله سدوا صاحبي في المدينه عندهم محلات واعرين وسدوا المحلات بان تيشوفوا في الخطيه دابا عجل تيخدموا تيخلي في تيسوق لي تيدي ليه 1500 1600 تيدي ليه العجل تيدي ليه دابا تخيل السيمانه تيبع فيه ثلاثه ولا اربعه تسوق لي 5000 درهم والله ما يمشي ياكل اخويا مع وليداته القهر ديال برا كاين فيها الدعم تيدعموهم دابا ما لنا حنا لا دعم لا والو البهيم غاليه دابا هي النعجه تدخل ديال الصبليون كاينه ب 40000 النعجه سداسيه جامعه تيبيعوها الناس ب 40000 ريال خاصها تكون دايره 1000 درهم لتحت هي تدير 40000 ريال ودايرين هما الدعم بان باش تنقص البهيم ناقصين تقريبا شي 500 درهم في البيمه ديال الدعم هي تتباع دابا غاليه النعجه شارفه سداسيه جامعه دايرين متنا دايرين 200 فرانك طايحه فوق 75 درهم هذه نعجه فوق 75 ومهما الدعم خاصها يكون دايرها 50 درهم النعجه باش المواطن كاين ماليها الله يكون في العون الناس تيديوها ب 50 درهم موال ماهم يديوها ماشي يديوها دابا تديو فيها النعجه تديو فيها ب 1600 النعجه تديو فيها ب 16 النعجه كانت واحد الوقت حاليا دايرها 700 دايرها 35 درهم 40 درهم النعجه ديال البلاد كاع هي صبحت دايرها دابا النعجه ديال البلاد 70 درهم وما لاقيناش الناس انا كاع في كل شيء النقطه اللي باغي نقول هو الناس يدخلوا هذه الكسيبه اللي هي ديال برا هذا الخرفان الصغار وهذا البهيم ويدعموا العلف وهذيك البهيم تعطى الكسابه ماشي يمشي عند الروس الكبار فهمتيني ويدعموا العلف وغادي يكون نطلبوا الله يكمل بخير صغير اللي كيدخل فين كيمشي ما تنشوفوش حنا كاع ما كنشوفوش حنا غير كيجي دابا جايبين ديك السير كبيره دابا يدعموا يدخلوا ذاك الفرخ الصغير ويدعموا شويه العلف والحمد لله راه اللحم غادي يرجع لبلاصته هذه هي النقطه اللي هاد القبيله هذه كان كل شيء كاسب البقر ما بقى حتى واحد عنده البقر ما بقى سمي يعلفوا ما بقى سمي يوكلوا ولات غاليه الوقت واش فهمتي اخو 85 المليح 85 كان داك الشيء ديال الترافيك وداك الشيء راه كيحسبوا 75 ولا 70 وانا راه كاين ترافيك 20000 ولا 30 في البهيمه حنا كنصرفوها 100 واه واش فهمت 200 كيلو 200 100 ب 20000 صافي هذا الشيء اللي كاين في البعش شي 50000 كاين بحال الطوموبيل كتجيب لك 100 درهم السلاخ 100 درهم كيطانس 4000 عاد خليه الهزان ثاني عاد خلي الخدام ديالك قناعه كل شيء كاين كان ما بنادم ما قانعش راه ما كاين حتى حاجه هو ماشي كاين داك الشيء اللي تعرف بنادم ما كاين الحس وصار عايش واش فهمت عايش علم هذاك الشيء كيعلم به سوى الله سبحانه حنا عايشين في هذه اللحظه اللي عايشين فيها حنا درفا واش فهمت دابا عايشين حنا يا غلا غنخدموا رخاص غنخدموا بحال بحال ما عندناش البديل من رمضان لهنا شويه عيال
واش فهمت؟ ما يكون في العون الناس صايره الفلوس في العواش ولا ما خداميينش. الناس محنه.